ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل الصحفي المحترم سيدي يوسف. سيدي يوسف أهلا بك. شكرا لك والله يوفقك السي خالد. مرحبا، نرحبوا بك كذلك لأنك ضيف عزيز بالدقة والمراكشية في البلاطوات ديالنا بماروك نيوز لاين. تفضل سيدي. الله يطول عمرك، بارك الله فيك. إذن رحبوا معي جميعا بالسي يوسف بالورود وبالقلوب الطيبة لأنه طيب وابنه يعني الطيبين، فمرحبا بالسيد يوسف في قناتنا وعلى الهواء مباشرة ببرنامج أشواق. سيدي يوسف تفضل. الله يطول عمرك السي خالد، شكرا لك. سيدي يوسف كنشكرك أولا وكنشكر جل المغاربة اللي متبعينا كل متبعين بطبيعة الحال العمل ديالك اللي كتحاول ما أمكن أنك تنقل الخبر مصداقية وتسمع لجميع الأطراف. تفضل. نعم. السؤال السي خالد، أنا راه الإشارة. سيدي يوسف، احنا عرفنا القصة ديال سميرة من خلال الخرجات الإعلامية المتميزة ديال السي يوسف، لأنك دائما تقارب القضايا الاجتماعية من منظور إنساني، وهذا ما يعرفه عليك ونعرفه عنك كزملاء، ونعرفه عليك كمغاربة، ونعرفه عليك كمتتبعين. سيدي يوسف، ماذا يقع في هذه القصة أو هذه الحريرة باللغة العامية؟ تفضل. وهي قصة قمة الغرابة، ماشي في نوعية المشكل في محدد كيتعلق بالتطليق أو شيء من هذا القبيل، هو التداخل في الأشياء في الموضوع. كل فئة فين كتجر، وهنا كاينه تساؤلات. أنا المسألة الأولى أنني تناولت الملف الأول، سمعنا للأخت حكات القصة ديالها، هذا حقها لأن الوضعية ماشي عادية. هذه يوتيوبر لها متتبعين كثار وقناة مليونية، كاين واحد النقاش حاد بين هي والزوج، وهو كما نقول دائما السر بين الزوج والزوجة لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا كانت شي صلة وصل ممكن يتم الاحتواء على الأزمة ودوز الأمور. سمعنا الأخت أعطت القصة، أربطت الاتصال بالزوج، ما كانش مستعد، ووضعت الفيديو وطلبت منه بأنه هذه الأوديو اللي سجلت معاه نوضعه، أعطاني الموافقة طبقا القانون النشر ووضعتها، لأنه غادي تكون مجموعة من التعليقات من الناس غيسألوني علاش تصنتي للطرف والطرفين. هذه الخطوة الأولى، وضعنا الفيديو الثاني. الأكثر من ذلك، مشيت أنا شفت المادة من الشكل القانوني، أنا والأستاذ ديال المكناس مشيت عنده، كانت معايا الأخت، وشفنا الأبعاد ديال الملف. كان هذه الحدود هنا، وقفت أنا في الملف على أساس لما تكون مستجدات حديثة في الموضوع ممكن أعود نكمل الخبر. وهذا هو ما هو مهني السي خالد، وانت تبارك الله على اطلاع في مجال ديال الصحافه. نعم، صحيح صحيح، كل هو لكي. نعم تفضل. فيما بعد كانت تلقى اتصال من مصدر خبر انه كاين مستجد غادي يكون في المحكمه ديال ارجو. انا شخصيا وربي سبحانه وتعالى كيشهد عليا، انتقلت الصباح بكري، وصلنا مع 11 كنلقى واحد زميل في واحد الموقع معين حتى هو كيتسنى. من بعد كان كيوقف الاستاذ زهراش بوحده شويه تيجي الزوج ديالها. حنا مازال ما فاهمينش نوعيه الموضوع شنو كاين. هنا زهراش هو يكون واضح، قال لك اودي انا راه جيت لهذا الملف، والطريقه باش اختاروا هما اللي غيتواصلوا معنا، ما خصكش تحطها انت على مصدر الخبر شكون اللي عيط لك على هذه الماده. مجموعه من الزملاء كانوا، مجموعه من المنابر، ما كانش بوحدي، وعقل هذه الكلمه ديال ما كانش بوحدي. نعم، هذا هو الدفء اللي عطاني الله عز وجل، ان غادي نتلقى منه حروبات من جميع الجوانب حيت انا اللي كاين. مشينا، اشنو هو الموضوع؟ انه هو غادي ينوب مع الاستاذ اللي كاين تما، اللي كاينوب عليه الاول، تزاد هو في اطار الدعم بيناتهم هادشي تيخصو، وباش يقدموا واحد تنازل عن الدعوه. انا عندي واحد الخط التحريري ديالي، تنحترمو وتنقدرو وتمشي على اساس لي هو كيفاش نور الراي العام. اسئله تطرح نطرحها، واش هي مزيانه ولا ما مزياناش ولا شويه، انا ماشي انا اللي تنختار المشاكل السي خالد. نعم، لما في الموضوع كتطرح 180 خصك تجبدها تسول عليها،
حيت الدور في هذا الشيء اللي ما فاهمينوش البعض غنجي لهم من بعد انه راه ماشي انت ملي كتكون كتسول كناخذ داك التفكير ديال الشارع ديال كتشرق ولا كتحرج ولا كدير ولا كنشرشم بعض المصطلحات لشيء ما تتداول كتداول في الشارع. لا ماشي هو ماشي هو الاصل ديال هذا السؤال. صحيح. الاصل ديال هذه الاسئله هذه انه اسئله تطرح كيفاش هذاك السيد غادي يجاوب الا متبعينو ثلاثه دمنو كيغيدي لهم والله ما يكون سؤال واحد راه حنا جاوبتي بزاف وهذا اطار تنظيمي محض الحوارات. نعم صحيح اكوكرينا السي خالد انت كنتي في هذا الشيء. برافو عليك. مزيان الطلب ديالي انني كنتناول مع الحوار هذا الاستاذه الاخت ديالو الزوجه ديالو عفوا تسنط عليها ولكن تاهو تسنطوا لي ويعطيني الاسئله اللي كتطرح. ناولت معاه الحوار رفقه الاساتذه اللي معاه. نعم. شالينا الموضوع من بعد انتقلوا للمحكمه رفقه مجموعه من الاعلاميين صحفيين اللي كانوا في المكان. نعم. حطوا الدعوه ديالهم. هنا مشيت لكوطي اخرى مشيت لجانب اخر اللي هو الاستاذه اللي عندها الدعوه ديال التطليق. كيفاش كتشوف هي هذا الصلح؟ فهاد الخطوه اللي دار الاستاذ زراش وفق الاستاذ منصور. هذا هو التتبع في الملفات. دابا كان هنا السي خالد بيني وبينك هذا الشيء راه موضوع في مغارب نيوز وكاين كان هنا مهني. نعم. راه خدام خدمتي. نعم. مزيان. مشيت عند الاستاذه شرحت لي بواحد المستوى راقي وجوهري في الموضوع وفي القانون كذلك وقالت لي احنا مبدئيا الصلح راه خير ولكن وفق نشوفوا الامور نشوفوا شنو غيتقدم عندنا احنا بهذا الصلح شنو هما الاشياء اللي غادي تكون صالحه كزوجه لان هي الممكنه ديال المحكمه تدافع عليها. نعم. هذه الحاجه الاولى. ناولت معاها الموضوع هنا شنو خصو يكون؟ المعلومات اللي عرفنا انه كاين الاستاذ وكاين استاذ اخر في الكلاس مقسمين المهام الاستاذ الثاني عنده ملفات اخرى في هذا الموضوع تتعلق باشياء فيها احسن العمومي في شي اشياء اخرى يعني في ذاك اليوم ديال التنازل ما كاينش السياق. نعم. ما يمكنش تقسم انت عند الاستاذ ابو شرط تسول على ذوك الملفات الاخرى تقول لك انا ما شداش انا هذا الملفات هذا حق. نعم. هنا غادي يكون تاني على اساس نشوف الاستاذ واش حط شي شكايات في الوصول ونشوفوا حنا الملف. برافو. والاهم في هذا الشيء كامل كنتمناو تكون شي مفاجاه يدخلوا العائلات يتم شي صلح ديال الكتاب كان لهنا حنا مزيانين. ساليت الملف مع الاستاذه انتقلت لحالاتي. نعم. من بعد كندخلوا دابا ندخلوا للقاصح السي خالد. تفضل الصدمات. تفضل السي انا غندوي انا غنتكلم انا ما عنديش الحق ندوي في هذه الظرفيه اللي قبل كنتلقاو شي اشياء غريبه. دابا اي واحد حمل وتركته الخاصه وكيما سقات ليه ولا عنده معاك شي ضغينه باقي شاده هو يصوت هذيك نتاع وانا ما عندي الحسد مع حتى واحد. هادشي معروف عليك. والله العظيم اقسم بالله وانا عاد غنوجه واحد الكلام لواحد رئيس الجمعيه دابا من عندك يسمعني كيتحابوا يسرا ساكت راه كل حاجه عندها وقتها ولكن شتي الكلام اللي غنقول ليه كله والله ما حاسدو والله ما عاقد عليه. نعم تفضل. مزيان. اشنو كنلقاو من بعد؟ هو كتوصلنا اشارات بانه الملف ديال انضمام استاذ زراش الكل في الملف كلهم مصابرات من عندي انا. ورانا هنا كنقول واحد الجمله عندك. نعم. لا اليوم ولا الاستاذ اللي كان في لهم جوج الاحترام. الا كنت انا اللي لقيته بالاستاذ والا كنت انا اللي وعدته بانني نوقف على الصلح والا كنت انا اللي كان معايا وكنصوب ليه الشكايات باش يدعي يوتيوبر وسمح لي وهذا الشيء كنقول دابا هذا الكلام اللي كنقول لك هذه النقط الثلاثه. نعم. وهذاك السيد ما شهدش بهذا الشيء هذا انا ما نسمح لي لا دنيا لا اخره. نعم. انا كنقولها امام الملا لا الاستاذ ولا لي الا استروني لا يسترو. نعم. تنتفاجئ بشي اشياء غريبه او كيفاش دخلني في هذه الحريره بالدارجه المغربيه انا تناولت الماده السلام عليكم وعليكم السلام شنو كنت نكتشف بانه راه هادشي كله مفبراك انا اللي اقترحت عليه مع الاستاذ وانا ما مرشته انا نقول لك اول لقاء ديالي به وربي شاهد عليا رفقه جميل كان معايا واحد جميل في منبر اخر حنا اللي كنا الاولين لا داعي لديك الاسم ديالو هو دابا الا كان كيسمعني كيشاف هذا الكلام بينه مع الله اول مره كتشوفو جي في يوم سنه مرشته. نعم. يعني لماذا؟ شو امور اخرى؟ اذا كان الاخ اللي كاين عندك دابا كيتكلم
لا داعي لديك الأسماء. وعندك شي حسد تجاهي، أنا كنقول لك علاني مثل الله نحاسب. وإذا كانت عندك شي ضغينة في مخلفات قديمة، أنا غادي نتكلم أشياء أخرى. غادي نقول لي جربت الظلم وكنت معتقل ودوزتي 7 شهور والقانون الحمد لله والقضاء نصفك وعطاك الحق ديالك في الأمور اللي كنت أنت كتقول أنا ما نديرهاش، وثبت القانون لأنك ما درتيهاش وهذا حقك. والشك الثاني كيتعلق بأمور أخرى كانت فيها عقوبة جد بسيطة وأنت مطمئن مزيان. بغيت نقول لي أنا الأول اللي كنت كنقول في المحكمة وأنا اللي تناولت الملفات الملف ديالك أنت فيما يخص نصه وخبر بصدق وأمان جميع الشهود اللي كانوا صالحك. نعم. هذا دليل على أنني ما عمري كنت حاقد عليك. الأولى أنا غنزيدو الثانية حيت هو الصريح اللي دار دابا أش كان كيقول؟ كيقول عندي مع حساب وأنا ما عندي حساب مع حتى واحد. وما عمري حقد عليك. غنزيدو الثانية. الثانية أنه كان عندي واحد حوار مع الأخ ديالو. وطلبت منه طلبت إذا قدرتي تساعدني السي خالد أننا هو معتقد ديك الساعة نوصلوا لبعض الأعضاء اللي كاينين في الجمعية باش توضح الصورة أكثر كامل من القضاء في كل شيء باش تنصف. لأنه ما تبغيش تحبس حتى واحد. والسيد هو متشبث بالبراءة ديالو. ولكن ضرورة هو نقل الخبر بصدق وبأمانة. والصحفي طبقا للقانون والقرار ديال المجلس الوطني هو الوصول للحقيقة دون أي قيد وأي شرط. صحيح. صحيح. انا دابا واش هذا الشيء السي خالد راه عندكم في يوتيوب نشوف المنبر اللي كتشوفوه وشوف تسمعوه وتسمعوهم تما وفي الشمس وابحثوا على الحق اكثر من ذلك اكثر من ذلك استاذي الكريم انني تناولت الملف مع صديق طيب كان معاه في السجن خرج اللي هو بلال وعطيته اسئله انسانيه كبيره كي الوضع الصحي ديالو كي داير وقال لي حنا كنصليو كاملين وهذا ودعيت انا وياه معاه انا انساني هذا دليل على ما عمري حقدت عليه حيت انا كنقولو كنكرر الحبس ما تبغيش العدو وحاليا كينعتني باقبح النعوت وانا والله اذا تقطع الخط على الاستاذ يونس الفاصيل باش نعاودو نربطو الاتصال بسي سي يوسف الان إذن ربما الخط غادي يبقى في فاصلة حين يلتحق بنا الأستاذ يوسف الصحفي المحترم زميل والصديق العزيز كذلك غادي نتسنى ونعود به الاتصال إن شاء الله نقوم على الفاصل إذا بقي الأمر نتسنى إن شاء الله واحد دقيقتين إذن ربما الأستاذ يوسف كاين مشكل عنده ديال الهاتف لأن ربما طفالي نتسنى واحد دقيقة أخرى باش نعود به الاتصال إن شاء الله
ناخذ اتصال الان. السلام عليكم. سي خالد انا يوسف. وي حاولت الاتصال بك في الهاتف الاخر كي طافي. تفضل. عندي جوج نوامر مزيان يبقاو عندك. نكمل السي خالد. تفضل تفضل سيدي يوسف مرحبا بك. يلا بسم الله بسم الله. الوقت اللي تنتفاجئ فيديو كي حللت هذا الكلام ديالو، حللت انه هذا الشيء في البيع والشراء وفي لغه السمساره وانا ما كبرتش على هذا الشيء. وانا غادي نقول للعالم، اتحدى اي شخص كيفما كان النوع ديالو، انه الشق الانساني كان عندي فيه المال سواء في اي منبر اشتغلت فيه ولا بين الناس. بالعربيه تعربت، انا كنقول للعالم انا اخاف من القانون وكنطبقه. الصحافه دورها نقل الخبر، ولكن ما عندناش الحق حنا في الاحسان العمومي. وضع رقم الهاتف ديال المحتاج وخلي المساعده تجي بين الناس، هذا هو القانون. نعم هذا هو المبدا اللي عندي انا وما عمرني نغير. نعم صحيح. هذه الحاجه الاولى. كيفاش غادي ندخل في واحد الملف؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ديال الصحه اش غنصلح؟ ملف كبار مني السي خالد وكبر من كل شيء. هذيك السيده عندها اكراهات مع الزوج، والزوج كيقول لك انا عندي اكراهات معاها، وشكون اللي متبعهم؟ قناه مليونيه. ليس بالامر الهين السي خالد. نعم ماشي، ما غاديش يجي الصلح بوحده، يقدر يجي من الوالدين ممكن. نعم ولكن قلتي ملف صعيب. هذه الحاجه الاولى. هنا كنلقى امور اخرى، امور اخرى ولينا كنسمعوا بانه تسلمنا الاموال محشوم وعيب. والله العظيم والله عيب. والله العظيم واش خلاه هو في الصريح ديالو في الكلام ديالو قال عندي ما حساب قديم. واش داك الحساب القديم تصرفوا فيا انا؟ انا ما عنديش الحسد معاك، وانا كنقول للعالم والله ما حاسدو، ونتمنى ليه التوفيق. وبقيتو في شي حاجه اللي هو محتاجني نكون انا الاول. شي معروف عليك. وانا قدير وعطيتك ادله. انا لا اتكلم من فراغ. ادخل شهر 8 و7 وشوفوا الفيديوهات وشوفوا الطريقه باش تناول الموضوع. هو وراء القضبان ابحثوا عن الحقيقه. وما كاينش شي شاب صح وما دازش معايا. طبعا اليوتيوبر كنحترمهم كلهم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، من بعد كنكتشف انه فين ما كان شي اتهام كيجي جيتي شويه بدينا كندخلوا في الخصوصيات. خصني نتعفن انا استمع لهذا المصطلح باي طريقه وانا ليس لي اي صله. علاش؟ انا كنعاود نقولها لدابا، الظلم راه صعيب، ولكن الله عز وجل هو اللي كيعطيك البراءه هو اللي كيرد لك بكلمه اللي كنعرفوها جمله. حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح. الله عز وجل يجيبك. وعزتي وجلالي لا انصرنك ولا بعد حين. هذا ظلم. انا لم يكن لي يوما مع ان اكون لي صله بالمال. هذا مبدا عندي. مزيان مزيان. ودابا ولينا كنسمعوا البارح 6 مليون، اليوم سمعنا 8000 ريال عندك، غدا غتولي 6000. كان ديروا لهذا الشيء. الاتهامات المجانيه. انا قلت لك هذا الملف فيه تراشق. الى خلاه هو قال انه ما يجيش يركب علينا، الى انت غتكمل الملف الله يوفق. وكنتمنى لك التوفيق كجمعيه وانك توفق. انا دورنا كنغطيها الماده وكنمشي في حالاتي. ولكن ملي كيتكلم هو حنا ما بقينا عرفنا واش هذا صحافي ولا الطريقه باش كيحلل واش انكيتور ولا قضيه تحقيق. شوف انا كنعاود نقولها، ولكن انت السي خالد انا كنتسناك انت تعطيني الجواب على هذه الكلمه اللي نقولها. بالزيله غلط تقول لي السي يوسف انت غلط ونحترمك ونقدرك. تفضل السي يوسف. السؤال واش الاسئله اللي كتكون في جوهر الموضوع كما كان النوع ديالها واش هي عمق الصحافه؟ نعم ام لا؟ نعم صحيح هي عمق الصحافه. ولا نجي نحط لك انا الميكرو ونجي نقول لك هي راه عيناتك هي وانت عطيت عين فيها. لا كشف الحقيقه واسئلتك كلها مضامين اللي تتبغي تستجد منها كصحفي متميز، صحفي مقتدر، ما تنلحوش عليك الورود، ولكن هذه الحقيقه. انا راه مكتوبه عليا يوسف السمسار، والله عز وجل هو اللي غيعطيني الحق ديالي. وانا كنمشي بعيد في هذا الكلام وكنعاود نوجهه المره الثانيه. كنقول هذوك اللي قالوا بانني كنت لي صله به الاستاذ ديالو، ولا لقيتهم ولا عرفتهم على بعضهم ولا دخلت الصلح
ولا مشيت معاه نجي لهاد الاخر مهم انه باش هو قال لك انا اللي كتبت ليه الشكايات باش يدعي لي يوتيوبر الا سروا لي ما بغيت ربي ما يسروا من الدنيا الاخيره. نعم الظلم راه كاين. هذه المساله الاخرى اللي تكلمت عليها انا غنتعمق فيها. انا احترم جل اليوتيوبر صراحه نص طيبين ذكورا واناث والله العظيم. وانا نقول لك واحد الكلمه اخرى قلتها شحال هادي في واحد المنبر فعند واحد اليوتيوبر ونعاود نقولها والله العظيم السي خالد اذا كنستافدوا معاهم بعض المرات. نعم ربي اللي كان عز وجل نستفيد من اليوتيوبر. نعم صحيح ونستمع جيدا وكنلقى عندهم شي مداخلات يا سلام وطريقه تحليل راقيه. غادي نوض انا تال دابا نجي انا نشجع سميله فاش يقول لي نوض دعي الناس وانا اذا قلتها ليه وسترني بغيت ربي ما يسمح لي لدنيا الاخيره انا كنقولها ليه دار علانيه. نعم ولكن الاسئله ملي كتجي تشوف جو خدموا الكاميرا ونبداو نسيئوا راه كاين الله عز وجل راه قد ما طال هادشي راه الحقيقه عند الله كتبان كتبان صحيح. هنا غادي نعطي انا نعطي معطيات اخرى ونذكرك بها السي خليل انت عشتيها. نعم الفنان اللي كان عنده الاشكال مع ولده شكون قال بانه غادي يثبت بانه ماشي ولد؟ وهنا الاستاذ ديال مكناس اللي ضحى في هذاك الملف لانه كان كينوب على الفنان وكان كيتلقى من الراي العام انتقادات وكان صابر مسكين كما كان الحال وفي الاخر كيفاش دابا الوضع ديالو تيقولوا ممتاز. نعم صحيح يعني راه كل حاجه البدايه ديالها عندها نهايه وكنتمنى وكنقولها كنقولوا حتى الوالدين تيقولوها تيقول لك الله يجعل الاخر ديالنا خير من الاول ديالنا. صحيح راه صعيب انك تجي وتلفق لنا التهم. واش عندك حسابات معايا خاصه كنديروا جيك شي حاجه هقولها ليا انا داك الملف كان علم عليك السي خالد علانيه انت ابنه مليون في المية والله ما نكمل فيه تحف الا كان واحد الانسان الحضور ديالي راه كيضرو. نعم ولكن انا لست بسمسار انا غنجيك انا اللغه الخشب ديالهم الا كنت انا اللي مقصود واخا هي الامور راه بحال العيان لست بسمسار ولكن اذا بديتي كتقلب اشني لي بوان فور ديال اليوس المزايا ديالو مع الناس ما كيدخلش في الشق الانساني كيوضع رقم الهاتف ما كاينش وامور ماديه راه نشدوه للوتوب. لماذا؟ مزيان تكون واحد الكليك عندكم بيناتكم الله يوفق ولكن لماذا هذا الاتهام وانا ما درت لكم والو؟ ما عمري اديت فيهم شي واحد. وهنا نقول لي واحد الكلام وتا الراي العام راه هو كيتبع معايا اتحدى اي واحد يلقاني شي نهار داير شي لايف وكنجبد شي واحد. الانسان كنعيش القصه وكنعالجها في معطيات من جميع الجوانب وكندير تتبع والحوارات كتكون حوارات وفقا الموضوع اللي مطروح. صحيح هادشي اللي كاين زاويه للتناول. اه ما عنديش انا واحد الحاجه انني تلقاني طالق الكاميرا وجالس سواء في المكتب ولا في مغارب نيوز وباك وختام كندوي على شي واحد من سابع المستحيلات. الا ضرك واحد الحاجه ود الناس واجهني بها. انا عمري ضريت وغنمشي معاه بعيد شتي نقول ليه سالتي لي انت ولا اي واحد اخر راه ما عمرك تنتظر مني شي نهار غادي نشكي بك. اخي هذا مبدا عندي يا خالد انا ما تعطينيش خاطري ندير الخده والناس وانا داعي شي واحد ولا شي واحد معتقد انا ما كايناش عندي في التاريخ. هادشي معروف عليك انا كنت انسان طيب استاذ سيدي والله العلي العظيم اخويا خالد ما عمر كانت عندي شي دعوه قضائيه داعي شي حد انا وما ندعيش ولكن الا قصر لي نضي الله عز وجل وهذيك هي القوه الاكبر. نعم غير واحد السؤال سيدي يوسف انت الاولين اللي تابعتي القضيه ديال هاد السيده سميره واش ما تتشوفش كلشي هادشي يعني رؤيه صحفيه فيها الدقه وفيها الموضوعيه واش ما تتشوفش هادشي كله صراع حول المال ديال اليوتيوب؟ كيفاش؟ واش ما تتشوفش هاد الصراع كله هاد الضجه اللي نايضه على الفلوس ديال اليوتيوب؟ اقسم بالله العظيم وهادشي اللي تنقول لك من غير الحلوف دخل الفيديو الاول ديالي معاه انا مع سميره غتلقى نفس السؤال تكلمت مع اول سؤال قلت له واش ما كتشوفيش بانه الشق المالي هو سبب تصدع في العائله. انا اللي وضعت هذا السؤال هو عندك اخويا خليل خدم عليه. نعم. وهذا السؤال عاود وضعته معاه حتى هو. اشنو هو النقص اللي كاين؟ نعم. اللي حسيت به انا من بعيد. نعم. لانه واحد الاضافه انا نقولها راه مزيان نقولها لك اخي خالد. تفضل. انا دخلت لدار الشباب من عندي 8 سنين. ودوزت التدريب ديال الشباب والرياضه كاملين. نعم. وكنت مدير مخيمات. انا غادي نجاوب رئيس الجمعيه على واحد الحاجه قالها. وما عمرني في 2011 تلاقيت معاك وما عمرني كانت لي علاقه انا بشي حاجه سميتها 20 فبراير. انا كنقولها لك علانيه وقال هو عندي دليل اتحداه واتحدى العالم.
عطى قدم استقالتي وانا دخلت للميدان مازال يعطيني. انا ما عمرني كنت حقوق ما كتبش، ولكن كنت في اطار في كل ما يتعلق ما هو ترباوي. دوزنا التحضير التكويني التجريبي تبارك الصلاحيه التخصص المديرين المكون المكون دوزنا التدريب. نعم. يبحث عليا والاكثر من ذلك انا نعطي العنوان من هنا. وانا رئيس مجلس دار الشباب في الدار البيضاء في واحد المقاطعه معينه. انا ما عمرني كنت حقوقي. هو علاش كيفكني بالطريقه باش يكيفني انا في امور تتعلق بالوحده الوطنيه بالملكيه. انا كنقولها الله الوطن الملك ما فيش نقاش. والاكثر من ذلك بغيتي تبدي نقولها لك اطيعوا اولياء الامر منكم عليك الطاعه. نعم. ولم يكن لي يوما ما سواء من امر شخصي ولا في شي حاجه كنشتغل فيها في ميدان الصحافه اللي كنمشي لهذ الامور اللي انت فاهمها بعيد كل البعد. نعم نعم. هذا الشيء تود قال الا جمعنا السي خالد هذ الامور كلها خرجنا على الاطار ديال سميره. واش ما كتشوفش بان حسابات ضيقه وحقد كبير تتصرفوا فيا انا وانا ضربتني الشمس. والاكثر من ذلك كنعقل على واحد المكان والله العظيم الا بسكين الاب ديالو بسكين راسو لانه في ذاك المكان السجن ما تبغيش العدو. انا ما غاديش نتلفظ ليه بشي كلام لا انا غادي نقول ليه الحوار اللي ما قدرتش تكمل معايا حيت كنت واحد المره ديت مع حوار ما توفقناش فيه وله الحق انه يمنعني يقول لي ما نكملش. هذا هو القانون السي خالد. صحيح. هو داز في لايف اخر مع مجموعه من المواقع وشكرني فيه وقال له ودي الاخ انا غندوز معاه ان شاء الله وانا معاك وانا عمري ما وجهت ليه اتهام واحترم واحترم كاع الناس ولكن ما عمري جيت تهمتك. انا كنقول لك السي خالد سجل معايا وإلا ما كاينينش هاد الفيديوهات انا اللي حكمتي عليا بها انا راضي. شوف قيمتك وحضورك الإعلامي يحكم عليك فيه الناس وما كاين واحد الجانب آخر السي خالد الله يطول عمرك. نعم تفضل. واحد الإنسانة يوتيوبر كتكلم عليا بواحد الطريقة ما والله العظيم لا تنحتار. علاش؟ لأنه كانت واحد كان واحد النقاش بيناتنا طيب وبزاف ديال الأشياء. في لحظة كتدور عليك بواحد الطريقة خيالية. الصحفي السمسار، الصحفي الدير، ولا تدخل لي في أعراض الناس، أنا غنقول لها لماذا؟ خافي الله عز وجل، أنا ما أديتكش وما وصلتكش، والأكثر من ذلك تقول لهم يوسف راه ما عنده لا بطاقة مهنية لا دبلوم لا 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 ما قاريش، شوف فين وصلنا. وأنا تنقول لها أتحداك، هادشي كل اللي كتقول لي هو موجود عندنا موفر. واللي ما عارفاش هي كنتمنى السي خالد تربط بيا الاتصال كاع منين سالي هذا اللايف وطلب مني الجواب تاعك وانا نسلمه لك انت حيت انت ثقه وامين. بارك الله فيك بارك الله فيك سيدي. انا السي خالد كنت مدير جريده في 2006. وي تنعرف هذا الشيء تنعرف هذا الشيء السي يوسف. اقسم بالله العظيم النسخ عندي والوصل لان ذاك الوقيته ما كانتش المكونه السي خالد. نعم الوصل عندي ودوزنا تقريبا اكثر من 30 عدد. نعم. ونظرا للاكراهات ديال الطابع ومجموعه من الامور والمبيعات كتكون ضعيفه وما عندكش اشهار وما تعرفش تقدر تستمر. نعم صحيح. هذا تاريخ. علاش ما تسولنيش تاخذ عندي فيديوهات تاخذ عندي معطيات هي اللي كيقول لي انا عارف هادشي اللي كيجي ولكن هما اصلا ما عرفوش ما عرفوش الوثائق ديال الاصل ديال الملف الدار. نعم. معايا يعني الجواب هو انا حاصل هذا هذيك الوثائق اللي كتكلم عليها انت اللي يرتاح قلبه هذه الاولى. ثانيه لماذا القصد ولا نهار تدخل لي علاش انا غنسيب ما عنديش المشكل ولكن والله ما تنتظري مني شي نهار غنسيب. علاش؟ لانه ذاك العرف القديم اللي عندي معاك وديك الطيبوبه وذاك اللقاء اللي كنت لقيت به وواحد الحوار كنت دوزته معاك وكنتكلم عليك كيوتيوبر راقيه وكنت كتشكريني وانا كنبان لك نفس الشكر. انا لا زلت حاليا كنصور ذاك الوصف القديم لانه كتعرف السي خالد راه ما يمكنش نهار يخطا الشخص تقتل لي ذاك الطيب ديالو كله ما يمكنش. ما يمكنش نعم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه جيتي وكتحكم عليا هي راه كتكلم على يوسف صافي تبيع وشرا البيع والشراء طاطاطاط. انا ما بغيتش ندخل في عمق الخليج انا فاهم الابعاد وشكون مسيرها وكيفاش وكيفاش تعرف وعاد ولكن غنقول لها خاف لله عز وجل انا ما اديتكش. هذه اللي جيت نعاود لك هذا الشيء سي خالد راه خرجنا على سميره وهذه راه من بين التاثيرات اللي كاينه. انا زدت واحد الجانب اخر جد مهم. كاينه حسابات وقعات في الملف ديال الحقوق اللي يفرج عليه باب الواسع اللي هو المالي. نعم. زين كان واحد الشرقان بين الاساتذه انت عرفتي شكون. نعم نعم صحيح. وعلاش اخويا اختاروا خيط خير انا؟ هذاك جا لهذا الملف هذه نبض الضك على الطرف الثاني
كاين حسابات بيناتكم في ملف اخر وبالكم يصح التفاهم. نعم. اه ما تقدروش انتم تجيبوا شي حاجه تجبدوا الاستاذ، لا قلت لكم انا، وانا كنعاود نقولها للعالم. نعم. واللي يسترني غير يستروا. الا كانت لي صله باسيوس ودويت معاه ولا فيت منه عيط ليا وقال لي بغيت دير لي الصلح توريني شي محل. انا اصعب حاجه اخي خالد هو الظلم. هادشي هو طريقة الخروج ديالك السي يوسف، وقيمتك ومكانتك راه مشهود لك، مشهود لك بها. الطريقة هالطريقة السيد اللي قلت لك انا ما كنمكنش ليه الحكم يتعامل بشتى الطرق، راه اخر كلام قالوا في عند يوتيوب البارح كيقول لك انا بحال هو غيبقى مستمر معايا في الحروبات الى ما لا نهاية. انا كنقول هذه ماذا ما اصطدم، راه اللي ما بانش اليوم يبان غدا. واش انا دابا راه مكتوب الله، واش انا كان عندي شي موعد مع خالد اللي كندوي معاه؟ لا با دي تو. والله العظيم انا طلع لي في التليفون وطلع لي زهراش وتفرج استاذ زهراش ومرات سمعت الاخوان كاملين وقلت له نحاول انني الا قدرت انا نتكلم. لينا لا واحد قال ثلاث ايام وانا كنشوف وكنقول سبحان الله. نعم. انا نتحداه يقول لي شي حاجه اديته بها اشنا هي؟ جلسنا في حوار بسيط كيفني عليه هذه المده كامله. نعم. لماذا؟ اشنو درت لك انا؟ ما عجبكش الحوار ديالي عادي يقول لي سيدي ما تسجلش معك هذا حقك. نعم صحيح. ونمشي معك بعيد. تكلم هو مع مدير النشر ذاك الوقت وقال لي ذاك الفيديو انا ما نفتحش، ليه ما يتحطش؟ قال لي مدير النشر هاكين 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 مرحبا ما عرفتوش وما تحرش. اشنو صرت لك انا؟ انا غردوا لي الاسطوار ديال شخص اخر يتكلم جمعيه وحالي المعتقل في 10 شهور. عرفتي على ما كندوي؟ نعم صحيح. ما يدوش معايا الحوار كان هو داير عليا اللايف. وصلنا الاف. اه يسطوب الاسئله، انا اسئله زوينه دابا انا خي علاش هذا المنطق؟ نعم علاش؟ نعم علاش؟ الاساءة للناس علاش؟ اسيدي انا تنقولها لك بغيتي تقلب لي على ميكسات اللهم بارك، ولكن انا راه كرشي خاوي. نعم. انا راه تنطيح في شي مواقف زوينين نضيفهم لك السي خالد. تفضل. كاينه واحد السيده تقدر تكون معنا دابا كتشوفنا الله اعلم في المينفس ديال ما عرفتش شكون شتيه القصه ديال بو عبد الله اللي صوير. اللي طلع كيسكن وسط الحجار وسط. نعم نعم صحيح. ومرته قالت لك ما عمرني شفت الحمام انا دخلت. وهادشي اللي كيهضر معايا وكيترعب كنشوي الجو قارس. انا ما شعرتش حيت واحد الجاكيطه عادي بحال درتها معاك عفيتي انت ديالك عادي جدا. نعم. عيطت لي واحد السيده وتكلمت معايا من برا والوضع ديالها ما يصور على حساب الكلام، قالت لي انا قيمت هذيك الجاكيط قالت لي بغي نعطي لها 10 مليون كاع طلب بو عبد الله انا ما بغيتش نسير على فيها. انا ما ندخلش في هذاك الشيء هذا. نعم صح. هذه قاعده. هادشي معروف عليك السي يوسف. واش السي يوسف؟ لا لا كنقول لك انا الشيء اللي نقول لك انا مكتوب لي القانون الجهتي. انا ما عمرك تعطيني قراءتي من الجانب الانساني. نعم. معايا؟ معايا. الحين كنبيع الكرامه ديالي ولا كنبيع اقرب الناس ليا فما كنت بغيت. نعم صحيح. ما تدخلنيش فيه. وحاجه اخرى ذاك المحتاج ما عمرو يقول لي شكون عاوني. يجمع لي كل شيء يقول لي ودي راه انا بغيت هادي وعطوني نص الدار وطلبوا يشكرهم اللي عنده يشكرهم كيما درت في الفتره حيت هذا مبدا والقانون ما تيرحمش. صحيح صحيح صحيح. اللي داز معاه هو رئيس جمعيه له الحق جمعيه هادي مزيان، ولكن حنا في الصحافه ما عندناش هذا الحق. نعم نعم صحيح. هذا هو جوهر الموضوع. ملي كنجي نقلبوا دابا عاد غنجي هي باش ندير الخلاصه، ملي كنجيو للملف ديال الاخت والاخ هناك نقص في الحوار بيناتهم بجوج. نعم. وحسابات ضيقه. وعنده واحد التقصير، قلت للاخ الاسئله. اها. عنده واحد التقصير. نعم صحيح. راه المراه المغربيه راه كتحسن اهتمام. راه غريبه اللي كتسمع البنيتات مراض وكتسمع شويج وما كاينش الطبيبه غريبه هادشي. وهي عاوتاني سمعتي تا هو طلع اخر. لماذا ما يجيبوش بيناتهم؟ ويقولوا لي جيبوش الا ما تقاتلوش يمشيو للمحكمه في راسهم. هذا هو الكلام. برافو. حتى المشكله السي خالد انا نقولها لك من هنا. حذاري كأخ كزميل، حذاري ثم حذاري. شتي عطيت الرأي ديالك في هذا الملف؟ شريتي من شطار، هذا هو العنوان. أنا راه كنت تعطيني سؤال. من واحد في هذه الأطراف، لا داعي لديك شكون، واش هو ذكر ولا أنثى؟ فيما يخص شنو هو العلاقة بين الزوج والزوجة ملي كيكون عقد زواج؟ شي حاجة اللي ممكن اللي ماشي ممكن؟ قلت لهم راه إلا قلتي غير سرقني راه ما عندكش الحق تقول لها سرقتني مرتي ولا مرتي. سرقتني ولا سرقت مرتي؟ كيف كاين عقد الزواج؟ كاين في القانون ولا لا؟ لا كاينه في القانون. واش تيلا قلتي هذا الشيء؟ عرفت ذاك اللي قلتي لي اللي ما عجبوش الزواج كنت راه شراك الاخر بشي حتى ذاك ريال ولا الله اعلم،
ملف حساس وفيه تراشق في الكلام. صعيب صعيب هادشي بزاف صعيب. سمعت كلام راه سمعت كلام تيقول لك 1-8000 ماشي تربيتنا. وانا الحمد لله ما مخصوش. وانت صحفي خدام على راسك يعرفوك الناس الحمد لله عندك صالح ديالك. هو حتى لقيت اللي حمل الكلام ديالو راه ما كانش كيهضر غير شي قال قال انا كيفاش هاد السيده ما جاوبتنيش في التليفون كذا ويعطيني انا الاتهام وعلاش خرج ليك. انا بعيد كل البعد انا بعيد كل البعد وباقي كنعاودها لدابا. إلا كنت انا صيله الوصل بين الزوج مع مرته ولا وصلت لشي محامي ولا حضرت ليه ولا مشيت معاه الوصل عدو فعاد السنين من السوق دنيا واخره. واضح الامور السي يوسف واضحه 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 الامور. انا ما باغينش هادشي والله. هنا كاين كلام اخر من بعيد علاش دوز حوار مع بوشرى وعيط لي الاستاذ ديال الناس والمكالمه عندي مسجله قال لي بغيت نسولك يا يوسف احترمك نسولك اش عندك بحال الاستاذ قال لي علاش خويتي مع بوشرى وانا لا كيف نتي يا استاذ كاين فيديو انا عامل درتو قال لي معايا قلت له انا الاستاذ بوشرى اشنو الموضوع اللي عندها عندها دعوه التطليق قال لي اه قلت له انت عندك امور اخرى كتعلق بالجناح وكذا كي كاين هادشي قلت له يلاه غتبريباري داكشي اللي غتدفعو اه كيدفعو ويجي يتجمع قلت له انتوما كاساتذه قسمتو المهام هي هذا دعوه ديال التطليق كاين اللي تدخل كل يوم انت قال لي جاوبتيني باقناع واقتنعت بكلامك وهذا هو المعقول والاستاذ انت راه كيتقال لي في التليفون نعم انا كيما كنشوف واحد التسجيل تاع البارح مثلا لا شي اسئله كانت عندي سيبيج ما عنديش غير سيبيج الموضوع مع الراي العام نعم واش بغيتي نحط ميكرو ونخليك تهضر في الغلط؟ انا ماشي نعم. كنوجه شنو دوري انا؟ انا دوري ملي كنكون في الاسئله حيت كننظم معاك الحوار تقدر تعطيني حتى شي اضافه ما عنديش وكاين كاين بارت الحوار كنت عندي من عندك السيد كيدوي نعم صحيح كنستفزو معاه صحيح صحيح معايا؟ لا صحيح الحوار الحوار انه انك تبحث على الحقيقه وتبحث على المعلومات باش دير الراي العام انك انت وسيط دير الراي العام. قول دابا عند واحد السيئات قلال سيوس شراء وتباع والاتهامات المجانيه وانا كنوجه لهذوك اللي هما اصلا الدولي باش انا نبيع ونشري ونشتروني به اللي يشتروهم كنقول امام الله عز وجل راه ملي كنجي نقلب وهو الصحفي السيوسف الصحفي راس ماله هو الراي العام وراه يعطيه مال الدنيا ما يمكنش يدير شي حاجه لانه وزائدا عاد الصحفي المتخلق انت انسان من الصحفيين المتخلقين المشهود لهم بالكفاءه الاعلاميه والاخلاقيه. راه كنا كتكتب لينا النازي هذا شرف ليا مع جل المغاربه نسال عليهم وانا افتخر بهذا الشيء والله العظيم كيزيدني اكثر انني نبدا ونقلب ونبحث ونقلب مصداقيه. ولكن ملي وجهي كتشوف خريم كتسمع تصمصم عين انت ما كبرناش في هادشي وانا نقول عليه بالعربيه لا ولا غير واخا يعطيني من جنين انا ما نديرش وجهي في الكادر هكاك انت كي كتحط محطه السلام عليكم الانسان الانسان نعم نعم صحيح معايا انا حتى لو تنطلبوا في الانسان كنبغي الناس مساكن كتقلب عندهم هش وملي كيسمعوك جي عندهم كيبغي يشريو لك الحلوه وتقول والله ما ناكل ما تشريهاش حيت الله ما عندي ما يتلقى 20 درهم ما عندوش نعم هذا مبدا عندي نعم وكاينين مديرين 12 تسمعوا معنا كيشهدوا بهذا الشيء امام الله انا ما بغيتش واحد دابا يجي راه اللي ما تويتش لما انت عند سيدي ربي راه كتاب الله واضح نعم صحيح صحيح انا هذا مبدا عندي انا ماشي جمعيه انا كنقول الخبر والشق الانساني والدور ديال الصحافه وهذه التكنولوجيا الحديثه كان صعيب علينا في المراكي ولكن من عندنا هذه التكنولوجيا الحديثه سهلة التواصل بين الناس نعم صحيح علاش ما نديروش الخير في الفريق علاش؟ لا هذا واجب ندير الخير وما عرفتش ربي ما يسترك ما عرفتش ربي اللي غيسهل عليك دابا اش كتسمع شوف التحريض شي ما يسترك شنو هذيك اللغه ديال واحد الخنامه مديحين اسيدي انا شوف الا لقيتي عليا شي حاجه وسترتيني لا يسترك كنقولها للعالم نعم ما عرفتش علاش حيت كرتي خاويه واضح والرساله وصلت مي كاين افعال انا درت فيها احتياطات صافي لونتون والله العظيم نبدا هادشي درت فيه احتياطات شهرات انا غادي ندخل واحد الجانب الانساني ها القانون فين كاين ها فين ما كاينش السلام عليكم يعني هاد الملف كله دابا ما كيطلقش في اختلاف بيناتهم وهذيك الاخت انا لازال كنقول الاخت ما تقدرش تقول شي حاجه كتبقى الارشيف ديالها ايجابي ما تقدرش تسيء ليها نعم سب الشتم راه كان ندى انا سمعناها علاش اختي علاش علاش
لماذا؟ انا قلت لا ما مشيتش شاسين كندير الجواب وحق الله العظيم اني لا بعيد لا انا كنتسناهم هما ومسمعت بعيده جاني اتصال كذلك من الاستاذ قال لي اش راك مظلوم قلت له انا مظلوم اه ولكن الشهاده ديالك مع الله قال لي والله تقدر ندير الشهاده ديالي قلت له الا انا تلاقوا جيت ولا قلت لي ديك تعالوا على ابني نعم علاش واش انسان اللي كيجي يسولك راه جيت من الحساس كي جد انت عيط لك شي واحد هاد الاطراف ما بغيوش ويسولك على الشق القانوني داك اللي تصالحوا انت صاحبه داك اللي دويت عليه انت فقط ماشي صاحبه عرفت انت شريتي السفر هذا هو هادشي معروف ولا موقوت هو ميس حساس نعم صحيح صحيح برافو الرشيد رئيس الجمعيه اللي وفقت والحمد لله عندك كنت مع الناس وعندك خطوات ايجابيه في هادشي ويسخر مزيان الحق المدني انك تدافع الاخت وفق المستطاع وفق الضوابط القانونيه الله يسخر ليك ولكن لا تشتغل بالحرائط القصيره ما تجيبليش انا تعبتني بطريقتك لا نعم انا كنقولها وكنعاودها نعم والله ما كيتكلمش الفراغ والقمه في الظلم في اشياء وانا كنقول لها عنوان تنقول علاش هي كتجي كنقول لهم عندي دليل 2011 20 فبراير حدايا وانا اتحداك هذا كله كيتعلق باش انه خرجنا على الاطار ديال الملف ديال سمير وحنا في الحسابات وانا انت ردي لي على بيك كنتمنى لك التوفيق وتنقول الله يفرج علي وانا كنقول والله بانت لي الحقيقه وبانت لي الحقيقه نعم ما نسكت عليها حيت هذا مبدا ما عندي ضمير وكان في حاجه اخرى كنقول في هي كما تشاء عمرك ما كنت ظلمنيش ما تلقاش شي شيء كيحط كان والله ما نقاضيك كنقاضيك عند رب العالمين نعم صافي سوف يعترف انا وانت عند القاضي الاعلى نعم سوف يظهر الحق من الباطل هو رب العالمين ولكن انا هو من اجل انا ما تعطينيش خاطري انت جاي يومين غادي نقول لك هذه هي ما قداش ما تعطينيش خاطري انت بتجي نعم يعني هذا مبدا عندي ماشي خوف ولا هذه قناعه نعم معايا انا كنت بهذه الطريقه وحكيت انا بزاف ومرات وديك الاخت انا تنقول انت كتسيني انا تنقول لك ما يخسر لي انني ما درت لك حتى حاجه وبعيد عليك وما دويتيش ان عندك شي مشكل معايا انا انت مارستي المهام ديالك بكل تجرد هذا هو انا فاهم شوف انا راه ماشي ندير لهم الديره كاين هما تميز كذا ولكن علاش شفت لكم انا بعيد عليكم ما كنتشكون بوالو هذا سؤال انا اي يوتيوبر يعيط لي انا معاه وعمر سمعت يوم ما رديتو الا في معلومه عندي كتوصل عندي وقلت لك انا استفيد منهم ترى كنتصل بيهم وكاين واحد المعاملة طيبة ولكن في لحظة السلام عليكم كيفاش؟ الملف راه تباع شوية البارح كيسمع عندها حيوان فيه 6 مليون اليوم الثمانية بديك غدا 40 ريال هذا كلام فضفاض لا يستدل على أدلة واقعية ولا ما تفهمش معاه بلغة الأدلة كنقول لك كاين الله عز وجل على الأقل إلا سمعتي واحد الحاجة أنت أنا ما كنقدر نعطيه شي ببراءة إلا سمعتي بحال حتى تتأكد ولا اتصل بيا وسولني ولا بحال انا نعطيك واحد الحاجه باش نختم السي خالد اقسم بالله العلي العظيم الا هو معتقل اتصل بيا واحد السيد وقال لي هذا السيد قال لي دار لي وقع لي وترك لي وانا نسولو سؤال واحد كيفاش ولي دار لي قال لي الجاره كان وعدني غادي يشري لي هذوك لي تريبورتور وهذا وغادي ندير ونفعل ونطرق وهذا مزيان كيفاش ولي وعدك قال لي واحد السيد قال لي تمشي لعندك كاين شي هو قال لي لا قلت له قال لي ولكن هو اللي كيدير الخير كيعطيهم قال لي انا بغيت نمشي ندعي هو قلت له انتظر علي انا كنهضر معك على رئيس الجمعيه راه معتقل قلت هذا السيد هاك وقلت له انتظر علي قلت له واش هذا السيد اللي كتكلم عليه دابا اللي سمعتي انت معتقل واش هو اللي تعامل معاه قال لي لا قال لي واحد السيد اللي صيفطني عنده والمصيبه الكحله هو قال لك اللي مشى تما كتبر له وسدوا عليه بثمان قلت له دابا انت غير مشيتي تما مقمر ما سهلش لك الله ما توفقتيش توصل عند هذا السيد معني بغيت حليه التهمه لكن انت ظالم وما عندكش نتنات قال لي ياك اخويا كي سيب خصوك راسك وخاف من راح الى هادشي تنعاود لك ما تسمح لي ردي لا اخيره وبغيت الراي العام كله ما يسمحش لي ما كانش هاد الكلام ديالي صار نيابه عنه ما عرفتيش علاش كنت ماشي هو ولا غيره كاين شي حاجه سميتها الضاميه نعم صحيح وانا والله ما تعطيني خاطري هي باش غنختم انني شي نهار لاذي شي حد نعم وانا صلات لي بهذا الملف نعم واعتقد بانه انا ما سمعتش قال لي الاخ اللي معايا قال لي راه قال لي الزوج ديالها جاوب
وحلف وصير بينه مع الله، وكان عاود يكرر علي تقول لي تنادمتي مع راسك مش كيف حاجه ماشي هي هذيك وسترتي لي زيستك واش عمر الوجه ديالي تلاقى بيك ولا التليفون باستثناء ما نربط به الاتصال في نفس المكان اللي وصلت فيه الحوار يلا خرجت من عنده وعيطت لي قال لي انا ما نستعدش قلت له راه هذه مكالمه الا كان ممكن هادشي اللي قال هادشي اللي قال هو هادشي اللي قال هو في الحوار معايا دابا هو راه قال هادشي ولكن راه فريق ثاني الهين راه ردي لنا 7 8 6 و 5 و 14 ديك الشيء انا ما يدخل لي مخي اصلا كي غدير ردوا لي سهله السي خالد نعم صحيح صح دابا انت الصباح ان شاء الله عيط لي نقول لك السي خالد تقول لي شفتك الانترفيو ديال البارح نقول لك انا عمري شفتك تقول لي سبحان الله العظيم راه هي اللي جاني انا الكهانات المجانيه وهنا باش نختم انا احترم جل اليوتيوبر كامل ذكورا وانا وعندي معهم علاقه طيبه واللي سالني الله يغفر لي الى ندم على نفسه ولكن لن ينتظر مني يوما ما انني سوف اسيئه باي طريقه الله من اجل برافو عليك حتى انا غادي يطربيك وإذا كان هذا الشيء كيشوف هو عنده قوه انه يزيد يسيء ليا ويعاير وباش يولي بغا غادي نقول لك الله عز وجل هذه ما نقدرش نضمنوا فيها نعم برافو عليك الانسان برافو عليك سيدي يوسف اي سؤال عندك السي خالد انا موجود غير عندي سؤال اللي كنت طرحت عليك عندي فيه واحد الشق حيت شنو تيظهر للسي يوسف كصحفي ومتتبع المجموعه ديال ما يسمى بالاعلام الاجتماعي ياك هاد التكنولوجيا الحديثه وسيرتو اليوتيوب منصه اليوتيوب اللي خلقات واحد ربما واحد المناصب ديال الشغل ديال الناس باش يصنعوا واحد المحتوى الان ولا تهدد الاسر اشنو ممكن السي يوسف يوجه الرساله للناس لصناع المحتوى هو ما تهددش الاسر السي خالد هو عاون الناس ولكن طريقه التعامل ديالو انا قلت لك الميرس هي الا سمعتي الزوجه كيبقوا فيها صراحه لانه كاين اسئله علاش ديك الدار ما دارتش علاش عرفتي ملي كنبدا نقول هذا الشيء والله العظيم الا بحال قلت انت داخل ديال الراجل والله صعيب انا كنهضر معاك دابا انا ماشي ملي كنقول انا منظم في الحوار كنهضر معاك سبونطاني تلقائي نعم صحيح صعيب والله الا صعيب كاين اكراهات تعرضت ليه صراحه هو حتى هو كيدير لك شي حوايج لا اله الا الله معايا ولكن تيبقى المحور الاساسي المحور الاساسي كاين واحد الحاجه اللي لقيت يجب التكامل بيناتهم ولكن انا ماشي قادر باش نحدد نسبه ديال التقصير هو الشق المالي لا في هذا الموضوع يكذب عليك الكذاب نعم الشق المالي بالاختلاف بيناتهم لا نعم ولكن ملي كتكون هذوك على ما كنقولوا كنقولوا قاصح حنا ملي خصو يكون عند الزوج نعم يعني راه هو اللي خصو يعرف كيفاش يعالج الموضوع برافو عليك ويجرى مرته عنده الى كتاب وخدوا على الامور اللهم بارك الى ما كتبش قال الله سبحانه وتعالى قال لك ابغض الحالين عند الله يطاب طلاق برافو عليك وخليك ولدوا فينا باش يضيعوا برافو عرفتي من الشتا كان الشيخ خالد نعم يا اختي نكمل لك هذا الكلام مهم تفضل تفضل احتراما لك انت اما لو والله ما بقيت حملت في هذا الشيء شتي لك هذا الشيء ها اللي قلنا اشراه ها ما بقاش كيدوا على كيدوا على الاخر بقينا في المتاهه نعم كيبغوش الموضوعيه نعم برافو عليك برافو عليك برافو عليك ما كيبغوش الموضوعيه وانا كنقول لهم بجوج إلا كان فيهم شي واحد شرانا واستنى ما نسمحش ليه كما كان النوع ديالي نعم وإلا كان هاد السيد أنا كنعاود ندقق حيت اللي بقات فيا بزاف والله جو كنفوق في الكلام مرتبط نكون أنا في هاد الشيء ولكن اللي بقات فيا هو عزاز عليا اليوتيوبر باش نكون زعما عندي صيلة والله ما كرهت هما اللي يمشيو لتما ويطلبوا الكاميرات ويشوفوا شنو عندي علاقة بهادشي ما عرفتو بنتش كان ما عارف والو انا عرفتي خالد يقول لك هادشي تيقول لك راه يجيك غريب ولكن هو الحقيقه واخا غريب حقيقه اخر واحد كيعلم بانه اليوتيوبر دار فيه شي كاين نعم نعم معايا معاك 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 اسيدي دابا انا بغيت ندير واحد الخطوه نجي معنا ولي كسي خالد ونعيطو ونطلبو ونحلو المشكل مثلا على هاد الشكايات اللي غادي نشتي هاد راه مزيان الصلح قلنا خير نعم راه واحد الفئه اخرى غايقول لنا شتي لي مشاكيتو بالصلح راه ولي نهار الاول معمر ليه داكشي كارثه علاش؟ قال قلتي الكلام الفضفاض اتهامات بالجانب دابا هادشي اللي وقع في هذا الملف كما قلتي ملف حساس لانه دابا قال قلتي مؤسسة الزواج الان على حافة الانهيار او انهارت يعني كاين صعوبة حتى الزوج حينما تكلم يعني هو يتكلم ويتألم انا بغيت نقول واحد بغيت نطلب واحد الطلب تفضل هذاك الشيء اللي تكلمت عليه اللي تكلمت عليه اللي كيشيء بغيت نقول لي انا كما قلت لي مشاني في كريم انا ما عمرني تسمعني كنقدحك ولا كنعتاك
السيل عندك المليونيه في القناه وما يعطيك 6 مليون اخرى ان شاء الله. وما تسمينا الاول في التقليد. والدليل على كلامي بدك هو الفيديوهات ديال الصيف. زين انا كنطلب منه لماذا؟ انه هو يحاول يجمع دوك جوج الاطراف ويشوف واش يخرج بحال هو. وما غاديش نقول عليه انت راه صار سمعتي وتشريتي، لا حيت انا عارف الدور ديال التحليل في الموضوع هذا. الى لقيتي الامور هو انا حسمي بقى التراشق من الطريق. نعم هي ضحيه. هو عنده بعض الاشياء فيهم نقص، شي اشياء اللي كيشوف فيها تبع ليه الزوجه. ولكن كاين الملاحظات قويه كاتجاه وداك الشيء علاش كان الحوار عندنا في هذا الموضوع. واحترمني لان السياسه اتفاق معايا يا خويا، انا ماشي النقاط. واش 100 مليون جبتها انا؟ نعم صحيح. واش هذيك الحيله كتقول لك ما عنديش فين نسكن ديك الليله كنصوم الدار؟ وتعطلتي شويه خويا، علاش انا كي درت الثقل وقالت واحد الكلمه طيبه عندي الحق؟ ها انا ما كنغيوش هما. كانت قالت لي انا كنتمنى انا وجلست بحالي وحدي وليداتي بلا ما يكون مجموعه من العائله. كاين شي حاجه كتقلب عليها المراه هو الاستقرار، رفقة الزوج الى وليداتها. هذا حقها حقها. وقلنا قلنا عليه واش وليو دابا تعرفوا شنو تقول الصحافه ولا ولي مصلح اجتماعي ما كيدير. انا كنتمنى من رئيس الجمعيه يدير هذه الخطوه. الا توفق ما توفقش غير الله ولن يسمع مني شخصيا انك انت كتنصر فيديو ولا فيديو. حيت انا ما ديعليش. نعم. اللي عنده الهدف في النيه مبينه من بعد من قبل راه صعيب. نعم صحيح صحيح. هذا هو اللي بغيت نوجه ليه. وإلا لقيتي أي حاجة بغيتي تلقيني تلقيني. هو الكلام اللي كيقول ولكن دخل تال 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 المؤسسة الإعلامية اللي كتشتغل فيها. لا أنا هو اللي غنحيدو من تم وأنا غنحيدو من يوتيوب وغندير ليه ونفعل ليه. علاش؟ لماذا؟ أنا ما قلتلكش واش عندك سيرو تاع هاد الشيء، لا أنا قلتها لماذا؟ هذه البغض كله علاش؟ نعم. وأنا كنت متضامنا في أشياء في الحق اللي كانوا صالح. وبحث فيهم انا. وكاينين مجموعه من الناس كيشهدوا بهذا الشيء. نعم. وكلهم اتصلوا بيا وقالوا لي بالعكس كنت كتصور هنا لهنا، تصور معايا واحد النهار كنعقل والله العظيم اللي كان هو السجن. دوزت تقريبا شي 4 الحوارات. والله العظيم اخويا خالد هذا الشيء اللي قلت لك انا رجل تحديات، تحداني ولا صرت كنت نصيفطوا لك. دوك 4 الفيديوهات كلهم لصالحه. ظلم. جاوا الناس كيأكدوا البراءة ديالو بأدلة قاطعة والله العظيم يدوز مع الحوارات كاملة. إلا كنت أنا حقوق ما نمشيش عند هذوك إن شاء الله الأطراف الأخرى اللي كتشير. تتفق معايا خالد ولا لا؟ صحيح صحيح صحيح. ولكن كاين المبدأ فوق مني وكاين الضمير. نعم. عشان نقول الله تعالى أنا. نعم. ها؟ برافو عليك. والأب ديالو والأم ديالو من أطيب خلق الله. نعم. والأخ ديالو توا من أطيب خلق الله. صراحة والله ما تسمع من عندهم العيب. من الطيبين. نعم. وهذه الشهاده لله. لحظه من اللحظات السلام عليكم يناقش معي الطريقه باش انا كيفاش انا كنناقش الملفات في الحوارات كيناقش معي امور اخرى شويه انا فهمت هذه المساله هو اللي جاب هذا لهذا وانا لا صله لي صاحبي لا صله لي ترى غنقولها اليوم ولا غدا قلت لك اللي يسترني اللي يستروا واضح ومفهوم لا الطرف الثاني الا كنت انا صله شتي كنت كتابك انت نقول لك جقدر عليا قلت لي سير والله ما انا حيت ما كنتش اخر من يعلم. واللي قلتها لواحد الصديق معايا اللي كيحفظني الله سبحانه وتعالى انه ذاك النهار الازرق ما كنتش بوحدي. كانوا منابر اخرى. نعم. وإلا كنت انا اللي معيط لهم وسالوني اللي تسال. على زيد قال لي تاي. مفهوم مفهوم سيدي يوسف مفهوم سيدي يوسف. تفضل الشيخ خالد إذا كان شي سؤال انا بعد. سيدي يوسف انا غير الاسئله اللي كانت عندي كان فيها هذا اللي تيهمني هو الاستاذ يوسف. اللي يعني كان ردك واضح وواضح جدا وهذا معروف عليك سيدي يوسف وهذا الشنآن يعني ملف بسيط كي قال الاستاذ زهراش يعني تفرعت عليه مجموعه ديال التداعيات السبب عطى واحد يعني تعطى واحد الدراسه اجتماعيه ونفسيه لما يقع الناس في خريج خضم بعض الموضوع وكمل سمعني قطعتك. نعم تفضل. تمنينا بعد شنو تنقول لك صالح الزوجه تمنينا الزوج ديالها كل وقت اللي كان تشنوج كان يجي يحتوي الازمه ما هو لين لانه حتى هي انا درتها معاه هو تكلم لي على يوتيوبر وكذا وكذا هادشي ما تيجبدوش حتى ولا كيصبوا فينا هما ما جبدوش ليا الحوار هذا ما دهوش عليه اش قلت لي انا عاقل على السؤال ديالي قلت ليه واش ما كتشوفش لانه النقص والافتقار والتواصل معها جهه اليوتيوبر باش تحكي المعاناه ديالها
شات عند مواطن كتكبر مع السيده الامراه راه عندها وليدات وماشي من الساهل دابا الشيء هي داكشي اللي كنحس بيه انا كتحسني هي انا كنشوف ظلم انت اللي كتشوف ظلم بنات معاك المسار شبعت مسكينه الشمس كانت كدير التليفون وتصور وتضرب كمال وتطيب وتسالم وكانوا في الاخر جيت طبعا ليس بالامر هي نفسي خالد خاف الله والنبي صلى الله عليه وسلم اخر الكلمات ديالو وصيك بالنساء خيرا. نعم صحيح صحيح. وديني وينك علاش ما حاولتيش هادشي راه ما جبدوش ليا. واللي غريب راه كل مره كتعطيني اضافه اللي غريب انه من مورا الحوار هذا رئيس الجمعيه اش قال؟ كنسمعو نطق الاسم ديالي. اسمي فقط دابا حنا مزيانين غير خرجت هذه القنبله ديال الصلح طلعوني انا طلعوني طلعوني انا طلعوني الشجره. نعم انا ما عمرني شفت زيد واحد الحاجه مهمه هذه بغيت نزيدها. نعم تفضل. والله العلي العظيم على الراي العام كله كيسمع هذا ما كتبش ما عمرني كانت لي شي صله بشي ملف توصف فيه انا الاستاذ زهراش ولا انا قلت سميتو حيت الاستاذ زهراش غادي يحس بيا وقلت هذه يا استاذ انا ما عرفتش انا شنو عندي قلت له كاش سيرتي بهادشي كنقول عليه وانا ما فهمتش انا نعم شنو علاقتي انا بهادشي قال لي انت مظلوم قال لي ربي شاهد وانا شاهد نعم قلت انا شنو لا صله ثاني نعم وحاليا اقسم بالله العظيم المصدر ديال العلاقه بيناتهم كيفاش تلاقاو اقسم بالله العظيم ما عرفت نعم وصلت منه سؤال واحد قلت لي تما فوضوا الاساتذه اللي كان اخويا الاسئله اللي كتحط الناس نقولها لك سواء لا فيما يخص معاناه الزوجه وبعض الامور اخرى كتطرح جاوب عليها قال لي مرحبا نعم هنا قبل ما نوصلش كون تطول هذه الامور وحاول يشوف الزوجه ويذكر الامور دايرين وما يضيعهاش بحال ديك المساله اللي كنسمعوها ديال انا لست بميسور يعني الوضع ديالي نهش هشاشه فهمتي كاين شي حويجه ضروها هي حقها كاين شي اشياء تدوي عليهم هو حتى هو تيقول كاين واحد الصيله هو خصها تعدي يكون الوسط خرجناها من هذا الاطار تراشق في الكلام ديال الاساتذه شدينا يصلحنا للسبع الفوق احكا ما حكاها ومظهرش بعض الملفات في الراي العام تيتناولها كنحضر رفقه الزملاء حتى انا كنتناول معاه علاش تختاري كان هذا هو السؤال ولا ما كانش الهدف ديالي بناء على برافو عليك اللي كان تحت حساب قديم علاش اختاري كان انا علاش هذوك الزملاء كاملين اللي كاينين وزيد واحد الحاجه اخرى سي خالد نعم تفضل سي يوسف ما براي اعلامي كنحتارمو مشى دار ريبورتاج في المنزل ديال يونس زياد كيقولوا لي النزاه واش انا مشيت تما للاعدام صافي تشرى اشكاليات كبرى نناقش الهوادج وانا راه ندوز مع هذا وندوز مع هذا لانك اصبحت طرفا الان ما يمكنش كما قلت لي مشيتي انت تعد ميديريكس ما كاينش فهمت يا سي يوسف الو الو لا ما خصك كنسمعك قلت لك حقيقه هذا الشيء اللي قلتي صحيح لانه كون مشيتي انت تما غادي تقول تشرى لانه وليتي اصبحت طرفا الان في يعني في تجسدتي الانسحاب ديالي يا سي خالد انا ما ندوزش هذه الماده انا ما ندوزهاش انا اول مره كيتسيق ليا بهذه الطريقه وانا كنقولها وكنعاود نقولها لدابا كنكون لهم الاحترام والله ما نسيت شي واحد والله العلي العظيم هما راه كيتسحبوا بانه التشير هو الاسم الكامل اقول يقراوا قانون يقراوا القانون ديال التشير راه فيه واحد الشك اخر خليه يبعثوا عليه نعم راه فيها القصد انا كنوني بالعمي الا بغيت تفعلو غتفعلو صحيح هي اللي كانت بطبيعه الحال المشرفه على القانون ويرجع السيد وكيل مالك اشنو يدير نعم ويبقى ما يمنع عليه الضمير ديالو والقانون الفصول اللي عنده ولكن انا كنقولها لهم العالم والله ما عمرني نشكي بشي حد وفوت امري رب العالمين ولا صله لي بهذا الاتهام المجاني برافو عليك اذا كان الهدف ارشيف قديم انا ما عنديش معك الحكم وانا مستعد في اي لقاء تقول لي السلام عليكم نسلم عليك عادي جدا وكنت كنقولها وكنعاودها كنت متضامن مع البحث على الحقيقه في الملف ديالي هذا هو الاصل هذا هو الاصل في شي اشياء ما واضحاش هذا هو الاصل في الصحفي المحترم واللي تيحترم نفسه هو ما كنشوفوش انا ديك الساعه والله العظيم كنشوف ديك الحبس اللي فيه نعم نعم يعني هذا حقيقه ما عنديش انتقام نعم ولكن جوج ثلاثه سب شتم اهانات
اي حرام ما لقيناش هنا راه ممكن شي اخر نقولوا ما لقيناش الاسباب انا ندوزو من هاد الطريق علاش؟ لان الناس تيتلانتها لان اي لاي شخص والاخت اللي كتكلم صديقه عزيزه وطيبه وعلاقه في لحظه كتشوفها شخصيه اخرى علاش؟ شنو القصد؟ شنو اللي درت لك انا اللي غتسيب ليا بهاد الطريقه امام الناس وامام الملأ لماذا؟ راه اللي ما باتش اليوم غتبان غدا راه الحقيقه غتبان غتبان صحيح الحقيقه ما يمكنش تغطى بالغربه لا سي يوسف هذا هو اللي كاين انا ما مشيتش انا وقفت ما خدمش في هاد الناس نعم واخا هو مشى موقع اخر زين الله يوفقه وتناول الماده وكيسمع لكاع الاطراف نعم نعم لماذا كتشدوا معنا حنا الهوا مش بهاد الطريقه هادي كل اسئله كتطرح نعم وانا كنعاود نقولها لاخر مره انا ما عمرني نكذب شي حد وما عمرني نسيء لشي حد وما عمرني نسب شي حد برافو عليك سيدي يوسف وهذا ما عرفه عليك الراي العام وما يعلمه عنك الجميع داخل المغرب وخارج المغرب سيدي يوسف سيدي يوسف الاستاذ الصحفي المحترم لك قيمتك في المشهد الإعلامي قيمتك يشهد لك بها التاريخ ويشهد بك بها الناس داخل المغرب وخارج المغرب شكرا لك سيدي يوسف وتحية إليك شكرا لك وعمرك وكنشكرك على سعة الصدر ديالك معايا لا مرحبا سيدي يوسف أعطيتني الفرصة أنني نحكي لإشكاليات وتناولت أقسم بالله العظيم إذا تكلمت معك في الموضوع بعمق المصداقية ومن القلب ديالي وربي شاهد مرحبا وألف مليون مرحبا سيدي يوسف صديق العزيز وما يتوقع مني أي طرف هذا الموضوع اللي تكلمت عليه أنني حاقد عليه ولا انا قلبي كدير مسامح كريم وهذه هي قمه الطيبوبه اللي تنعرفوا على السي يوسف تحيه انا الا بكيت شي حوار انساني راه ما عمرني صورته هذا كيجي لك شوف داكشي ديال الله خلال الفنان كيجي ديال صدر ربي حسيت شي حاجه كتاكل دايره ما نقدرش نأذي شي والله يكثر من ذلك سيدي يوسف والله يطول عمرك ودائما تلمع في المشهد الاعلامي سيدي يوسف الغزال ديالنا تحيه اليك بارك الله سيدي يوسف اذا كان معنا الاستاذ المحترم الصحفي المقتدر يوسف عن جريده مغارب نيوز سي يوسف اللي الان كان له حق الرد وتكلم باسهاب في موضوع ما يسمى بقضيه الزوجين يونس وسميره